هو التعامل مهم جدا، وافتكر الثمره هي من الجامعه، انه الخريج من الجامعه يتعلم كيف انه هو يتعامل مع محيطه من كل المستويات الثقافيه والاجتماعيه. طبعا اكيد، بالتاكيد. ايوه. وفتره كورونا يعني كانت بالنسبه للعالم كله، يعني هو كان امتحان، طبعا امتحان على كل الاصعده، على الجانب في الجانب الاجتماعي وكمان في الجانب الفردي. فجات فترة الحظر المنزلي ده وكلنا قعدنا في البيوت، وتفاجأنا أكيد بـ 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 بالحاجة دي. صح، كانت لكن مفاجأة. كده احكي لنا أنت كيف كنت بتقضي يومك في فترة الحجر المنزلي؟ هو زي ما انت قلت، الفترة بتاعت الحجر المنزلي دي كانت يعني كانت مفاجأة بالنسبة لنا كلنا، والواحد ما كان بيتخيل انه في يوم من الايام انه يعني يحصل موضوع زي ده، الدنيا تتقفل، ما تقدري تطلعي، ما اختك قريبه منك ما تقدري تشوفيها. فالموضوع كان صعب يعني بالنسبه للناس وتقبلهم للحاجه دي. فانا دايما بقول انه الكورونا دي جاتنا كرساله من ربنا سبحانه وتعالى، انه اول حاجه الانسان قبل ما يقعد مع اسرته والناس، زي ما اتكلمنا قبل شويه خلف الكواليس، انه الناس بدات تتعرف على بعض صحيح في كورونا. فقبل ما الانسان يتعرف على الناس اللي هم موجودين معاه، يتعرف على نفسه في المقام الاول، صح بالضبط. يعني الناس جاريه، اللي في قرايته، واللي في شغله، واللي في بيته مع اولاده، واللي فالناس لاهسه في الحياه، وربنا يقوي الناس جميعا. لكن شنو يعني جاتنا رساله من ربنا انه اهدوا، اقعدوا، كل زول يشوفوا واصل شوفوا وين، بيعمل في الحاصل شنو. شنو، ايوه، شوفوا انتوا دواخلكم في شنو، يعني احنا وصلنا وين. يعني اعرف نفسك ذاته، انت شنو هدفك، شنو في الحياه، رسالتك ذاته شنو في الحياه، انت بتقدم في شنو الحاجات دي. يعني يعني عارفه